وصل في هذه الأثناء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى موسكو رفقة وزراء خارجية عرب لإجراء مشاورات في مسعى للوصول إلى حل سياسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويرافق الصفدي في المشاورات التي تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني وزراء خارجية الجزائر رمطال عمامرة ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين والسودان علي الصادق إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. إذن هذه صور مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، حيث يعقد اجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني يرافقه عدد من وزراء الخارجية العرب بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. We have considered already some of our bilateral issues and settlements. ستة وزراء عرب وأمين جامعة دولهم يطيرون إلى موسكو متصدين لمطب حرج بالنظر إلى محاولات عديدة خيبت أمل صانعيها بحل أزمة لم تعد تحصر أضرارها بمفتعلها. موسكو ومن ثم وارسو ستكونان وجهتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء خارجية الجزائر ومصر والعراق والسودان إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والهدف مشاورات تسعى لحل سياسي في أوكرانيا. وساطة تأتي في ظل أوضاع اقتصادية باتت تثقل كاهل المواطن العربي متأثراً بأسعار تواصل ارتفاعها غير آبهة بقدرته المالية التي لم توشك على التعافي من آثار أزمة كورونا حتى باغتتها أخرى أشد وطئاً في ظل نشوب حرب طالت دولة تعرف بأنها سلة غذاء عالمية. الوساطة العربية تمضي في حقل ألغام زرعته وساطات سابقة حاولت عبثاً تقريب وجهات نظر روسيا وأوكرانيا، أولاها بدأت مع الجارة هنغاريا التي اختارت منذ البداية التغريد خارج السرب الأوروبي لتعرض بعد يومين من الحرب استضافة محادثات سلام في عاصمتها بودابست، استضافة بقيت في حدود العرض لتنجح بيلاروس المقربة من روسيا باستقبال الطرفين في جولات ثلاث قوضها الفشل، رغم أنها أسفرت حينها عن وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات المحاصرة، لكن رح الحرب عادت تدور طاحنة ضحايا جدداً ومعلنة فشل أي اتفاق. تلقفت تركيا كرة المحاولات واستضافت وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا اللذين فشلا منذ لقائهما الأول في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار، وتمسك كل منهما بموقف بلده راميا الاتهامات على الآخر بإفشال مساعي السلام. تعثرات جعلت الجانبين يتحولان إلى المفاوضات عن بعد، فكانت رابعة الجولات عبر تقنية الفيديو. وصفها حينها مساعد الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بالصعبة، إذ اقتصرت على استعراض الطرفين مواقفهما المحددة لتنتهي بفشل حمل شكلاً جديداً ليس إلا. الكرة عادت من جديد إلى ملعب بيلاروس في جولة خامسة حملت بارقة أمل عندما أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات عن تقارب بين البلدين، ما داعب أحلام تركيا بصنع سلام عجز عنه الآخرون لتستضيف آخر الجولات ويعلو صوتها معلنة عن التقدم الأهم على أرضها. ورغم أن السلبية سادت الأجواء بعد المحادثات بسبب تقليل الغرب من أهمية نتائجها وتطورات ميدانية وتصريحات سياسية ليست في صالح التقدم المعلن عنه، لكن تصريحات وزير خارجية أوكرانيا عن انتظار بلاده الرد الروسي على مقترحاتها في مفاوضات إسطنبول تترك الباب مواربًا لبصيص أمل ربما تستثمره الوساطة العربية لتضيء طريق سلام ينتظره العالم. قال الكرملين إنه ينفي بشكل قاطع جميع المزاعم المرتبطة بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وقال إنه ينبغي التعامل مع المزاعم الأوكرانية في هذا الصدد بارتياب.
وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في جرائم حرب روسية محتملة بعد العثور على مئات الجثث، بعضها لأشخاص تم تقييدهم وإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة في أنحاء بلدات قرب العاصمة كييف بعد انسحاب قوات روسية من المنطقة. الصور القادمة من بلدة بوتشا الواقعة شمال غربي العاصمة كييف حطمت الآمال بوضع حد للحرب في أوكرانيا. الصور هزت المجتمع الدولي لما تظهره من عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في الشوارع. رئيس بلدية بوتشا كان قد صرح بأن القوات الروسية قد قتلت العشرات من السكان، كما أكد صحفيون رؤية ضحايا في مقبرة جماعية وجثث ملقاة في الشوارع. لكن موسكو نفت تلك الاتهامات وأشارت إلى أن تلك الصور هي إنتاج جديد لكييف من أجل وسائل الإعلام الغربية، ودعت مجلس الأمن إلى اجتماع للتحقيق فيما وصفته بالمزاعم الأوكرانية. وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية من أسمتهم المتطرفين الأوكرانيين مسؤولية الجريمة التي وقعت بحق المدنيين في بوتشا، موضحة أن الهدف من الجريمة هو تخريب مفاوضات السلام وتصعيد العنف. مشاهد الجثث التي عثر عليها في مدينة بوتشا أثارت صدمة في العالم، حيث توالت الإدانات من مختلف العواصم. الأمين العام للأمم المتحدة بدوره قال إن صور القتلى أصابته بصدمة شديدة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل يفضي إلى محاسبة فعالة. الرئيس الأوكراني اتهم القيادة الروسية بقتل المدنيين في بوتشا وتعهد بالتحقيق في كل الجرائم الروسية في أوكرانيا، قائلا إنه أنشأ آلية خاصة للقيام بذلك. في التطورات الميدانية، تعرضت مدينة خاركيف إلى قصف طال حيا سكنيا أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص على ما أعلن رئيس البلدية. ميدانيا أيضا، قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن معارك شرسة تتواصل في ماريوبول مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة. وبينت الوزارة أن المدينة ما تزال هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز، لكن القوات الأوكرانية ما تزال تقاوم بشراسة وتواصل السيطرة على مناطق وسط المدينة. ينضم إلينا المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان المحامي بسام طبلي. أستاذ بسام، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. روسيا تنفي الاتهامات الأوكرانية، وأوكرانيا ومن ورائها الغرب يتهمون روسيا بالقيام بجرائم حرب تحديدا في بوتشا. في مثل هذه الحالات، ما الذي يحدث وما هو القانون، كيف يعمل القانون في مثل هذه الحالات؟ مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. لابد من الوقوف على الحقيقة. الأمر الذي يتطلب تشكيل والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية مستقلة تقوم وبموافقة كلا الطرفين الدخول بشكل من أجل أن تتمتع بالحصانة والحماية من أجل التحقيق بهذه الجرائم، وبالتالي جمع الأدلة حولها. على سبيل المثال، من موضوع جمع تشريح الجثث، أخذ الجثث، معايرة المكان، تصويره، أخذ عينات من التربة، المقذوفات النارية التي استخدمت، كيف هؤلاء الذين أشخاص تم قتلهم، عن بعد، عن قرب، ما هي نوعية السلاح. إذن هناك الكثير من الأدلة التي يمكن أن نصل فيها إلى أن هناك إمكانية لجرائم إبادة جماعية قد اقترفت من هذا الصدد، سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف، من أجل أن يكون هناك حيادية في الموضوع. عندما تخلص لجنة التحقيق إلى تقريرها بأن على سبيل المثال القوات الروسية هي من استخدمت اقترفت هذه جريمة الإبادة، يمكن باعتبار أن أوكرانيا هي دولة موقعة على نظام روما أن تطلب من المدعي العام تحريك الدعوة أو تطلب إدانة روسيا في هذا الموضوع، الأمر الذي يتطلب الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن ما نشاهده طبعا هناك، هل روسيا موقعة على هذه الاتفاقية؟ يكفي أن تكون هناك أوكرانيا موقعة على هذه الاتفاقية حتى يمكن لها أن تطلب بذلك، لا يشترط كلا الطرفين يعني بنهاية المطاف. يا أوكرانيا وهي موقعة يمكن لها أن تطلب منها الموضوع بهذا الصدد، وخاصة عندما يعني نحن نتكلم عن أن هناك تقرير من هيئة مستقلة حيادية قد وصلت إلى نتيجة معينة. يعني نحن نعلم أن محكمة العدل الدولية وليس المحكمة الجنائية، محكمة العدل الدولية
هي المحكمة التي تختص ما بالنزاعات ما بين الدول، ولكن ليس لها مخالب عسكرية خلينا نعتبر أو شيء من هذا القبيل يمكن أن يعني يعيد الحق لأصحابه. أما في محكمة الجنائية الدولية وهي محكمة يمكن أن تدين أطراف أو قيادات روسيا باقترافهم بجرائم حرب اقترفت على الأراضي الأوكرانية، هؤلاء لها يعني مخالب خلينا نعتبر جزائية يمكن أن يؤدي إلى اعتقال وحبس الأشخاص الذين اتهموا بانتهاكهم للقانون الدولي وقواعد على سبيل المثال اقتراف جرائم حرب، يمكن أن يتم إيداعهم في السجن لمدة طويلة. ولكن الموضوع وهنا أريد أن أسأل حتى نحن طبعا نفترض أن القرار سوف يكون ضد روسيا وسوف يتم اتهام أشخاص بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الأوكرانيين، إذا حدث هذا الأمر ألا يشترط أن تكون روسيا موقعة على اتفاقية روما حتى تطبق ما يأتي في قرار المحكمة؟ يعني الجواب ليس بالضرورة أن تكون روسيا موقعة، باعتبار أنها هي عضو في الأمم المتحدة وباعتبار أنها موقعة على العديد من المعاهدات الدولية. المشكلة هي خرقت روسيا، نفترض خرقت القانون الدولي، هي اقترفت العديد من الجرائم المحرمة دوليا وفق معاهدات، سواء بما يتعلق بالإبادة الجماعية، بجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، الكثير من الأمور يمكن أن تدان فيها رسميا. وبالتالي ندرك تماما صعوبة الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن يدين روسيا، لأننا ندرك تماما أنه روسيا والصين يمكن أن يستخدم حق الفيتو بمواجهة أي قرار. أستاذ بسام، روسيا نفسها ذهبت إلى مجلس الأمن وتطالب برفض ما اتهمتها به أوكرانيا. نعم، روسيا ذهبت من أجل خلينا نعتبر التصويت أو على صيغة قرار معين. يعني أنت بتقدم أطروحتك، صيغة القرار، مسودة القرار التي تريده، وأنا أقدم مسودة القرار الذي أريده، فبالتالي هي ذهبت لذلك من أجل يعني خلينا نقول تستبق الأحداث وبالتالي تحاول أن تحصل على قرار، وهذا لن يكون لها ذلك لأنه سوف يكون العديد من المعوقات الدولية في هذا الصدد، سواء فيما يتعلق الإجماع أو فيما يتعلق في استخدام أحد الدول قد يمكن أن تستخدم الفيتو. يعني هي حقيقة مبادرة استباقية، يعني أفضل الوسائل الدفاع هي الهجوم، فهذا ما تتبعه روسيا حاليا من أجل عرقلة أو حصول تضارب فيما مرحلة لاحقة مع أي مسودة يمكن أن تقدم من أي دولة أخرى في هذا الصدد. وأيضا بإمكان روسيا في حال صدر أي قرار عن مجلس الأمن أن ترفضه هي أو حتى يمكن أن ترفضه الصين. يعني طبعا سوف يكون هناك الفيتو خلينا نعتبر، وبالتالي لا يمكن استصدار قرار من مجلس الأمن. لذلك الحل الآخر بالنسبة للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أن تكون دولة موقعة وهو أوكرانيا في هذه الحالة، وهي تطلب من المدعي العام بعد أن تحريك هذه الدعوة لوجود الاعتداء ووجود الأدلة الصارخة بهذا الموضوع. لذلك حقيقة ليس من الحكمة الذهاب إلى مجلس الأمن في الوقت الحالي، لأننا ندرك تماما ما هي الصعوبات التي سوف يتم مواجهتها. الأفضل هو تشكيل لجنة تحقيق حيادية مستقلة من خلال الأمم المتحدة، وهذا ما يمكن أن تعرقله روسيا، وفعلا نلاحظه من خلال القصف العشوائي المتكرر للمناطق التي كانت مسيطرة عليها من أجل حذف أو محو الأدلة التي يمكن لهذه اللجنة أن تحصل عليها، أو يمكن أن تتذرع بأسباب أخرى، ضرورات عسكرية، ضرورات أمنية، شيء من هذا القبيل، ولكن هي تحاول يعني طمس المعالم أو الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى إدانتها حقيقة. ولكن هناك صور واضحة في هذا الصدد، عملية الانتقاء الأدلة بشكل سليم وصحيح هو أمر فني خلينا نعتبر، لأنه على سبيل المثال أنا أضرب، لا يمكن أنك تأخذ صورة أو صور يعني تم تداولها عشرات المرات، هذا يعني يمكن الكشف به حقيقة، لأنه يمكن أن يكون هناك تلاعب بالنسبة لهذه الصور. وجود الجثث بحد ذاتها وعرضها على المقابر، التربة التي تم قتل الناس فيها، هل تم استخدام أسلحة بيولوجية،
هل تم استخدام الناس البشر المدنيين؟ هل كانوا مدنيين أم عسكريين؟ هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها وبالتالي الوصول إلى نتائج معينة. المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان المحامي بسام طبلية، شكرا جزيلا لك.